ايه ده؟ فريكيكو ظريف هيوصله. انت مجنونه؟ مش احسن من ركوب الاتوبيسات يا عبيطه؟ ما تيجي معايا. قلت لا، انت حره. باي. اوعي تتنشف في الاتوبيس. باي باي. من فضلك يا نسا. صباح الخير يا استاذ صلاح. صباح الخير. ايه ده؟ ايه؟ انتوا عايزين ايه انتوا كمان؟ ايه ده؟ ناقص على الطول المسموح بيه 5 سم يا مخالفه. طب لو قلت لك عشان خاطري يا استاذ صلاح. يا نسا مفيش خواطر في الشغل. اتفضلي حضرتك. اتأخرت ليه؟ قصر المواصلات كانت صعبة قوي يا فندم. كل يوم الترمية اتعطل، الأتوبيس حاطط فوطة صفرا على العداد. يا أستاذ يعني أنا كدابة؟ يعني أنا اللي كداب؟ إشمعنى زميلتك صوصة بتيجي كل يوم قبل الميعاد؟ أصلها فريكيكو. نعم؟ لا قصدي أنا آسفة ولا حاجة، أستاذ صلاح وصل يا فندم. صلاح؟ صلاح مين؟ مفتش اجتياح. هو فين؟ في المطبخ. مطبخ؟ توافرك طويلة ليه؟ مخالفة. ايه ده؟ ايه ده؟ انت تخين كده ليه؟ بتاكل اكل الاوتيل؟ مخالفة. بتروح عيان؟ مخالفة، هتعدي الزباين. استنى. ايه ده؟ اديني ده. مخالفة ومخالفة خطيرة جدا كمان. ايه صحت البيت ايه؟ ليه ايه؟ ازاي رجع المغرب ولا انا اكلت منها الحلة تاني؟ افرض ان انا عيان بمرض معي. بس ساعتك مش عيانة، ساعت البيت. ايه ده انت معشرني بقى؟ الدكتور حضرتك وكشفت عليا؟ طيب ادي المخالفة. ها؟ بس ساعت البيت ايه؟ وبعدين مخالفتين بقى لعلمك، مش مخالفة واحدة. أول مخالفة لاعتراضك على التفتيش، تاني مخالفة علشان بتتجول في الفندق بدون جاكيت. صباح الخير يا نسا ايمان. اهلا استاذ حسن. اهلا. اهلا بيك. وحياتك خليهم يعملوا لي 5 فناجيل قهوه ساده ويحطوهم لي في شوب كبير. حاضر يا سعاده البيت. ميرسي. كتر خيرك. ميرسي. ايه برضه اتخانقت في البيت؟ اوه يا ايمان ما عندكيش فكره. طحان زهقان عرفان. مراتي مرياني النجوم في عز الظهر. بس دي مش طريقه ان كل مره تزعل تاخد فيها هدومك وتيجي على الاوتيل. فعلا. المشاكل ما تتحلش بالطريقه دي. ما تحلش مال ما تتحل ازاي؟ بالهدوء والتفاهم. طب ممكن تعلميني يعني اعلمك ازاي؟ يعني مثلا نخرج مع بعض انا وانتي، نقعد في حته هاديه لوحدنا انا وانتي سوا، معلش. وانا في ايدي ايه اعملهولك؟ في ايدك ايه؟ ده انت في ايدك البلسم الشافي، ده انت في عينيك الجنه ونعيمها، ده انت في صوتك رقه الحنان كله، ده انت النغم الحلو. ايمان انا 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 أنا بحبك يا إيمان. أنا لحظة أستعجل لك جدا للقهوة. أنا بقول لك قهوة، عايزين قهوة خالص. أنسة مين يا أنسة؟ أنا مش وش الحاجات دي عيب. إذا ما خرجتش بالذوق أنا هضطر أتصل بمكتب الأمن. في إيه يا أنسة إيمان؟ في أنسة دخلت هنا أهو. عيب كده. أنا من فضلك يا سعادة البيه، سعادتك راجل محترم ومفيش داعي للحاجات دي، نفذ اللي أنسة قالته وطلع الأنسة اللي عندك بدل الفضايح. في الفضايح مفيش فضايح ومفيش أنسة كمان، اتفضل. أنا شايفاها بعيني. تسمح؟ اتفضل. تسمح؟ اتفضل. شوية بس كده حضرتك.
يا حبيبي. مين؟ مخالفة. أمي؟ إيه اللي جابك هنا؟ برافو عليك يا أليس إيمان. أمك راجل جبان. صباح الخير يا أليس إيمان. صباح الخير يا فندم. تسمحي؟ أي خدمة. اتفضلي. إيه ده؟ مايو آخر صيحة. أعمل بيه إيه؟ تلبسيه. ألبسه؟ يا سلام لما تنزلي بيه المية تخلي البلاج يتهز والبحر يزقطط من الفرح. خليهولك، البسه بدل المايو بتاعك، هيبقى عليك يجنن. عن إذنك. الله يجنن، حلو قوي. مقاسي تمام، عشان مش كده فريكيكو؟ كده. ميرسي يا عمور. 97 مخالفة، مش كده يا أستاذ صلاح؟ دي كلها حاجات هايفة. أيوه حاجات هايفة من وجهة نظرك أنت، إنما من وجهة نظر الأحياء السياحية دي مخالفات ومخالفات خطيرة جدا كمان. أستاذ صلاح خليك مرن. نعم؟ مرن. ايه مرن دي؟ طب مخالفتين كمان لسيادتك. ليه تاني يا بيه؟ اولا كلمه مرن دي معناها محاوله رشوه موظف عام اثناء تاديه وظيفته. ثانيا مخالفه لاستمرار تجوارك في الفندق بدون جاكيت. الله مش بقول جاكيت. البسها ساعه البيت. انا هفرق بدل وده. في ايه يا انس ايمن؟ الاستاذ يا فندم. المحفظه نسيتها على الكومودينو. دخلت الحمام خرجت ما لقيتهاش. ده كذاب يا فندم. عيب يا ايمان. ما صحش كده. ده هزك قوي يا ساعه البيت. انس ايمن؟ أنا مضطر أحولك للتحقيق. يا سعادة البيه الأنسة إيمان مظلومة، وأنا واثق إن سعادة البيه هو اللي كذاب. أستاذ صلاح أنا لا أسمح. من فضلك، من فضلك. واضح إن دي محاولة خسيسة من الأستاذ للانتقام الأنسة إيمان، لأنها حاولت تنفذ اللوائح والقوانين وتمنعه من إدخال واحدة ست في الأوضة، وأنا بنفسي خرجتها من الدولاب. مش كده ولا إيه يا سعادة البيه؟ والله إيه؟ دورة المية فاضية لو سمحتوا. يا ساتر، أنا عمري ما شفت غلاسة بالشكل ده. بتتكلمي عن مين؟ سي صلاح بتاعك ده. ماله؟ كل شويه ينط لنا ونازل مخالفات. هو الانسان اللي بيراعي ضميره في شغله يبقى غلط؟ ضميره. والنبي انت عبيطه. لا يا سوسن، انا فاهمه انت عاوزه تقولي ايه، لكن تاكدي ان صلاح مش من اياه. عشان عبيط ما بتعرفش تنتهز الفرص. فرص ايه يا جدع انت؟ واحده مظلومه مش لازم ادافع عنها. مظلومه؟ دي تمثيليه عملتها عشان تلقى في المحفظه، واستغلت هيافتك وعبطك عشان تدافع عنها. انت اصلك ما تعرفش ايمان، البنت دي عندها اخلاق. اخلاق؟ في بنت الايام دي عندها اخلاق؟ ايمان دي مش من اياهم. يا ابني يا عبيط يا اخويا يا اهبل، وفي اياهم ومش اياهم، ما كلهم النهارده بقوا اياهم. الباروكه والرموش الطويله اللي بتتركب والمدافع اللي بيحطوها والدوشهم اللي بيعلقوها دي بالذات طبيعيه جدا ومش مركبه حاجه ابدا صناعي، وانا رهنك. قابليني بعد ما تخلصي، عندي ليك عمل يناسبك، انت حلوه وتستاهلي كل شيء. وانت قليل الادب. بتقولي ايه يا مزمزيل؟ ايوه قليل الادب وسافل كمان. ازاي تقل ادبك على الاستاذ كمان؟ طبعا مش لاقي حاجه يا فندم. ما اصل عاوزني. لا لا لا، دي مش اول مره. الدوسيه بتاعك قدام اهو، كله انذارات وخصومات. مكان ما تروح بتخلق لنا مشاكل. يا فندم انا مظلومه. بكل تحقيق مظلومه. النزلاء هم اللي بيعكسوك منك حلو. ما كل البنات زملائك حلوين. ادخل. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا سوسن. ازيك حضرتك يا فندم؟ الحمد لله، ازيك انت؟ اتفضلي، اتفضلي استريحي. انا اسفه يا فندم، هاخد من وقت حضرتك السمين نص دقيقه. بالعكس، انا برتاح جدا لما بشوفك. ماما عيانه. وديناها امبارح المستشفى. سلامتها ألف سلامة. عايزة سلفة؟ اكتبي لي ورقة وأنا أمضي لك عليها. لا يا فندم، خير حضرتك سابق. أنا كنت عايزة أستأذن وأروح لها المستشفى. أوي أوي، اتفضلي. ميرسي يا فندم. ألف سلامة لماما. لما تيجي بكرة الصبح تيجي تطمنيني على صحتها. ميرسي يا فندم، ألف شكر. كتر خيرك. هو ده النموذج اللي يجب إنك تكوني عليه. ليه ما تتعلميش منها؟ هتعلم يا فندم. بصي لها وهي بتضحك في وش الزبون. هضحك يا فندم. عايز الابتسامة دايما مرسومة على وشك. هبتسم يا فندم. يعني مقتنعة بكلامي؟ جدا جدا يا فندم. أنا هسامحك المرة دي، بس على شرط
هتكون اخر مره. اخر مره يا فندم. اتفضلي على شوفك. متشكرة قوي. بس عايز اشوفك دايما والابتسامه على شفايفك. تمام كده. البلطية ظهرت على وش المية. يلا عوم مصطادة. يا ابني انا بغرق في شبر مية. ما تبقاش عبيط. يلا ارمي الشبك واصطادها قبل ما يلا. ايه بس انت هتعمل ايه يا جدع؟ يلا مفيش وقت. طب ما تيجي تقعد هنا جنبي احسن برضه. يا عم يلا يلا اسحب اسحب. أنسة إيمان. أنسة إيمان أهلا. أهلا أستاذ صلاح. إن شاء الله هفرمل. إيه إيه رايحة فين؟ رايحة فين؟ حصة جاية رايحة حالا. اسندي معايا. بس لا مؤاخذة أصلي كنت فات من هنا صدفة لقيتك خارجة. عاملة إيه في الشغل؟ والله تعبانة قوي يا أستاذ صلاح. ليه؟ الزبون قليل الأدب اضطريت أشتمه. يستاهل. أمال رأي المدير بتاعنا غير كده ليه؟ بيقول إن الزبون دايما على حق. لا مش كل الزباين، الزبون المؤدب هو اللي يعرف حدوده. يا ريت كل الناس تكون في أخلاقك كده يا أستاذ صلاح. الله يخليك. تسمحي لي أركبك الفنكيشة؟ لا لا ما أقدرش ما أقدرش. لا اتفضلي بس وأنا. إيه ده؟ يا إيه ده؟ إزاي؟ اتفضلي في الفنكيشة. لا أسف. ليه؟ لو حد شافك معايا هيقول ايه؟ اخوكي خطيبك. والحقيقه غير كده؟ ما هي الناس ما تعرفش الحقيقه. انا عارفه. عن اذنك. اشقط اشقط. اشقط ايه؟ اشقط. هتشقط انت ولا اشقط انا؟ لا اسكت خالص. ايمان ايمان. انت خايفه مني؟ بالعكس انا واثقه فيك. أمال بتهربي مني ليه؟ عن إذنك. اطلع أخويا. جدع. هيهرب من الثمن ايه؟ قصدك ايه؟ لا يا ايمان انا مش ممكن اوصل لكده ابدا. انا عارفه ان كل الشبان اللي بمشي معاهم مش بتوع زواج. امال بتشغلي نفسك بيهم ليه؟ عشان اعيش. هي المهية هتكفي ناكل ولا نشرب ولا نركب. على كده بقى مش هتتجوزي ابدا. لان اي شاب هيتقدم لك ضروري هيسال عنك وفي الاخر هيعرف انك كنت ماشيه مع واحد غيره. ما يعرف يعني هو ما مشيش؟ ما هو ماشي وماشي. احنا في عصر المساواه يا ايمان. إيمان إيمان عايزة إيه؟ إيه؟ حبيبي القلب جه وكمان جايبه الشغل. هو اللي جالي لوحده. أعمل إيه؟ أقول له يمشي ده حتى يبقى ما عنديش ذوق. إيه؟ أنا عارفه لو شفتيه مش هتقدري تمسكي نفسك. تسبيلي تاني يا ولد. أول ما هتشوفيه هتاخديه بالحضن على طول. سوسن أنتي اتجننتي؟ طب تعالي معايا تعالي. أه حسبي أهو. Thank you.
وحشتيني قوي قوي قوي. الحمد لله على السلامة. عاملة إيه يا إيمان؟ أنا رحت لك البيت، طنط قالت إن عندك شغل. أختك في عينيا من جوه يا كابتن. دي قاعدة مع مامتها وأختها. طبعًا. ده عشمي برضه يا سوسن. لحظة واحدة، حازمك على فنجان شاي وفنجان قهوة وكاسات. لطيفة أوي سوسن دي. تعالي. اقعد يا إيمان. أقعد فين؟ ما أقدرش. ممنوع في الشغل. قولي لي، انت مبسوطه جدا؟ يعني ماشيه في الشغل مرتاحه هنا؟ سوسن ومامتها طيبين جدا وبيحبوني، اما من ناحيه الشغل فاطمن اختك راجل. لولا ان انا واثق فيكي وفي ام سوسن كنت قعدتك معايا في مصر. اتفضل يا كابتن، الشاي والقهوه والكاسات. يا جماعه مش كده، انا مش جاي هنا عشان اتعبكم. تعبك راحه يا كابتن. طب قولي لي، أنا بقى ملكك الليلة دي، تحبي تروحي تتعشي أنت فين؟ سيب المسألة دي عليا يا كابتن، أنا طبعًا معزومة معاكم. تدفع هي بقى. اشربي الشاي يا ولد. أنا مش هشرب الشاي، ولا حتى هنام، غير لما أعرف ليه سيرتي بقت زي الزفت. الحقيقة بقى يا إيمان، كل الناس بيتكلموا عني، ولولا بعتبرك زي أختي، ما كنتش جبت لك السيرة دي. يتكلموا عني. يتكلموا عني ليه؟ بيجي صاحبنا ويستناك وياخدك ويمشي، ويا ريت بتروح الا في اماكن عامه. امال عايزاني اعمل ايه؟ اروح في اماكن متداريه؟ هستخبى؟ طبعا ما يصحش الحكايه تبقى علنا كده، اللي عايز يمشي لازم يتدارى. اخر مره تشوفيني؟ ليه يا ايمان؟ حصل مني ايه؟ ما حصلش حاجه، لكن انا اتاكدت ان كل ماشينا غلط، وهو ده اللي كنت عامله حسابه. يعني ايه؟ فهمني انت. انت ما بتفكرش في الجواز، كل همك انك تتفسح معايا كل يوم وبس. ايمان انت ما فكرتش تدور على واحده عشان تتجوزها؟ انا عمري ما فكرت في الموضوع ده. عمرك ليه؟ الدبلتين والاسوره والمهر والجهاز والهدوم والشقه، الشقه الخلاوي والمقدم، ده انا بسمع من اصحابي اللي عايزين يتجوزوا كلام يشيب، ثم بعد كده الاولاد والمدارس والدروس الخصوصيه والعلاج والمواصلات، ده انا بسمع من اصحابي المتجوزين كلام يشيب. وليه ما تدورش على واحده تساعدك وتقف جنبك لغايه ما تبنوا نفسكم؟ وهي فين اللي هترضى بيا؟ انا لو لو ايه؟ يعني لو عرضت على حضرتك الجواز تقبلي؟ واكون فخوره بيك. حلو، انا نظرتي ما تجيش الارض ابدا. مش قلت لك فيها ان ايه بس يا جدع انت؟ البنت اللي فيها عيب هي اللي تعرض نفسها على الراجل. ايمان ما فيهاش عيب، ما انت شفتها. يا غبي، العيب ده ما حدش يعرفه غيرها هي بس. قصدك ايه؟ البت دي عامله مهببه وعايزه تتخلص منها، تدحرجك لغايه ما تدخلك المصيده وتقفل عليك. وهاتك بقى هتاكل منها علا. تضربني ليه؟ عملت لها ايه؟ يا مش تضربك، تضربك تمشيك على الحبل، ترقصك على الشناكل. انا مش فاهم منك حاجه ابدا. اولا هتفضل تحايل فيك لحد ما تكتب الكتاب، بعدين تقول لك اعترف لك يا حبيبي وما تزعلش مني. هتقول لها اعترف؟ هتقول لك في واحد سألني مية اسفرة وضحك عليا هتصعب عليك وهتسامح، وبعد الدخلة بيومين ثلاثة تيجي تقول لك مبروك يا حبيبي، البيبي ده مش بتاعك. نعم، يومين ثلاثة بس؟ طب ازاي؟ مفيش ازاي. هتقول لك عشان خاطر الحب اللي بيننا اعترف بالولد، ها؟ وهوب وهيني حالي وهيني حالي. بس يا ايمان بقى، يمكن يا صلاح بس يا هتصعب عليك، هتصعب عليك وهتسامحها وهتعترف بالولد. هو بقى اسمه الحقيقي عتريس زيد، يبقى عتريس صلاح، وتبقى زي الخاتم في صباحها، ويا ويلك وظلام ليلك.
خبر اسود. انا اول ما شفتها فهمت الفوله ولبيتها. اصلا لقيتك عبيط وعلى نياتك، لقيتك فرصه بالنسبه لها. انا مش هوريها وشي. لا يا عبيط، اتغدى بيها قبل ما تتعشى بيك. جريها قالت لك تجوزني؟ اه اتجوزك، بس بعد ما يشوفك بابا. ده انا ابويا في سوهاج. ما انا هروح معاك بصفتي بابا. بابا بابا، ده انت اللي بابا. مكالمه من اسكندريه. ميرسي يا قشطه. الو، مين؟ ايمان، عاوزك تجي لي يوم الخميس ضروري. مش حاضر يا ايمان، يوم الخميس هكون في طوكيو. اصل صلاح عاوز يقابلك. صلاح؟ صلاح مين؟ شاب كويس واخلاقه ممتازه جدا. معلش اجليها شويه، بس اسمعي اوعي تكوني بتخرجي معاه. انا عارفك عاقله وبتقدري الامور اللي زي دي كويس. عموما هحاول. وصل يا ايمان. وصل. كوثر انا حلوه زي القمر. وحياه النبي مستخسراكي فيه ده، انت بتنتحري مش بتتجوزي. اصل انت اللي غيرانه يا اخواتي. وفي ايتي صلاح ده عشان ينحب؟ هو في شاب اليوم دي عنده اخلاق؟ اسمع، فتحت رجلي قدامهم خالص، فاهم ولا لا؟ حاضر. اقف تقف، اقعد تقعد واياك تقعد وانا واقف. حاضر. فاهم ولا حاضر. لا؟ واسمع، مفيش توليع سجاير، مفيش ايه ده؟ محدش بيسبرس قدام ابوه. خلاص ما تزعقش، خلاص يا سي سمير بقى. يا سمير، يا سمير يا راجل بلا والله العظيم، ما دي شغلانه، ما تعمل ايه؟ ساعة هتهزر معانا. سمير ايه؟ ابوس ايدك يابا، نسيت معلش. انت ابويا. اه ابويا. اه ابوك. بابا. بابا فاهم؟ بابا خلاص. لا هنا ابوك. ابويا الله يرحمك يابا. معقول ابويا كان شكله كده؟ يا دي الخيبه على ده، يوم اللي عملتها. خلاص انا مصيبه يا سودا. خلاص انا لفت. انا بيت ناس. ما شاء الله عاملك زي ما كنت بعامل ابويا بالظبط. ايوه ابوك. ايوه فاهم؟ في حاجه كمان مهمه. نعم. لو كلمتك ناشف طنش اخدك على بوزك ولا حرف. فيناش ضرب، مش انا. خلاص خلاص خلاص. اهلا 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 وسهلا. اهلا وسهلا. الانسه ايمان. بابا. اهلا يا عمي. مراحب يا بنيتي، مراحب يا بنيتي. اهلا يا بابا. مراحب يا بنيتي. اهلا اهلا. ايه ده؟ مراحب. اللهم صل على النبي. اصل بابا مش هيك. مراحب يا بنيتي. اتفضلوا. اتفضلوا. ولا لغوا؟ اتفضلوا هنا احسن. هناك. اتفضلوا. اهلا وسهلا. يا اهلا يا اهلا. يا مراحب. اصل بابا من سوهاج يقول يا مراحب كده. اهلا اهلا. قاعده بعيد ليه يا عروسه؟ جربي. حاضر يا عم. اتفضل. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. يا مراحب، كيفك انت؟ على ابوك. سبرش قدام ابوك. حد يسبرس قدام ابوك. ارمي لك. نسيت حاجه؟ حتى بالسجاير. اوقع على سنينك. كلام فارغ. خد لك. ما تقعد بقى حاجه. اهلا يا اهلا وسهلا يا بنيتي. اهلا اهلا. امال اخوك فيه؟ في طوكيو يا عمي. في طوكيو. ساكنين في طوكيو. يا بابا يا بابا، اخوها بيشتغل طيار في طوكيو. ايوه. اهلا. عايشة لوحديتك هنا؟ ايوه يا عم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اقعد هناك. لا اتفضل حضرتك هناك. اقعد هناك. معلش يا بابا. اتفضل اتفضل حضرتك. اقعد هناك. ما يصحش يا بابا. مراحل. اتفضل حضرتك هناك. اقعد اقعد هناك. خلاص خلاص خلاص. اصل بابا من سوهاج يحب يرمي اللي يحب. اتفضل اتفضل. مراحل 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 يا بنتي. الحقيقة لما ولدي صلاح كلمني عنك ووصفك لي وقال انك على جانب كبير قوي من الجمال والكمال، انا قلت ما فيش مانع اشوفه رغم مرضي الشديد قوي. حكماني نحب البنت الحلوه قوي اللي اخلاقها حلوه قوي قوي. ايه راي حضرتك في ايمان؟
وانا لحقت اكون راي. ما تسكت ساكت. الحقيقه يا بنيتي انت حلوه قوي. مش قوي 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 يا قوي. عنك يا ماما. اتفضل استاذ صلاح. اتفضل يا عم. شكري. يدوم العز يدوم العز. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا عم. على العموم يا بنيتي اما ربنا ياخد بيدي حبتين من المرض اللي انا فيه هسافر انا وصلاح لاخوكي نعمل معاد الخطوبه وكتب الكتاب والدخله والخلفه وكله في بعضي. حكمان مستعجل قوي. طب وحضرتك ايه اللي مستعجلك بس؟ يا اخي انا وانت مستعجل. انا واحد وانت واحد. صح انا واحد. ربنا يتمم بخير. لا هيتم ان شاء الله. هيتم ان شاء الله يا بابا. امسك دي شويه. الله يخليك. ان شاء الله هيتم. اصل بابا متفرج واحب يعني يديني العصايه. خلاص يا بابا خلاص. مغروفه بالصلاه وعلى النبي. لو سمحتي. ياه كل ده دواء. اكيد والدك تعبان. ربنا يستر ايمان. يا خبر يا صلاح. وليه بس جيت تقابلني؟ انت ما تعرفيش غلاوتك عندي قد ايه. كان لازم تستنى جنب والدك. طب لو ما يضايقكيش افوت على البيت اوصل الدواء. مرجحني يا شوق طلعني لفوق. مرجحني يا شوق طلعني لفوق. اطل على الاحباب طلع وقابل اللي اسمها الهله. اطل على الاحباب طلع وقابل اللي اسمها الهله. واحدف على الحلوين كله. احدف على الحلوين كله. احدف على الحلوين كله. احدف على الحلوين كله. واغني فوق المرجحه. امرجحني يا شوق اطلعني لفوق. المرجحه المرجحه. سلام على الدنيا وحلاوتها ساعة ما يبقى البال رايق. وتعدي السمرة بملايتها. تعدي السمرة بملايتها. البلد على الحلوين لايق. يا سلام على الدنيا وحلاوتها. سلام على الدنيا وحلاوتها ساعة ما يبقى البال رايق. تعدي الصمرة بملايتها. تعدي الصمرة بملايتها. البلد على الحلو اللايق. بصيت لي بصتين معرفتش رحت فين. لا انا عارف اروح شمال ولا احود على اليمين. لا انا عارف اروح شمال ولا احود على اليمين. وتريني فوق لذيذ قوي. هو ايه ده اللي لذيذ قوي؟ الجو ظريف مش كده يا مان؟ طبعا طبعا. بتحب المزيكا يا كابتن؟ والله الهاديه. مش خساره تسيب الجو اللذيذ ده وتسافر. كان نفسي اقعد كام يوم مع ايمان بس مضطر ارجع لنادي مصر. طب ومستعجل ليه؟ ظروف الشغل صعبه قوي اليومين دول. ده انا يا دوبك جاي من امريكا ومضطر اسافر الهند بكره. طب ما تاخدني معاك. قصدي انا وايمان. اصل نفسي اشوف الهند قوي يا كابتن. اه. يا ايمان على فكره لازم تعملي جهدك عشان تيجي تقعدي معايا في مصر. انا قدمت كم طلب وانا وصيت انهم يترفضوا. ويترفضوا ليه يا بنتي؟ عشان تفضل معايا. حكم انا بحب ايمان قوي يا كابتن. اه. وايمان كمان بتحبك قوي. صحيح. يعرفك. اصل انا دايما احكي له عنك وعن ظرفك ولطفك.
ده انت اللي ظريفه لطيفه واموره كمان. سوسن تحب دايما تهزر كده. اشربي يا سوسن، اشربي يا ماما. اشربي اشربي. مرجع حكي بندي بعينات ويا الهوى رايحة وجاية بحبها زي احبابي وكل واحد له غيا مرسومة احلى رسمة ورسمة في قلبي بسمة جمعتني القسمة بيها أنا راضي بأحلى اسم جمعتني الاسم بيها أنا راضي بأحلى اسم وتاريني فوق بغني فوق أو طلعني أشوف كابتن. نعم ترقص يا كابتن. ما اقدرش اسيب ايمان لوحدي. لا ابدا مفيش مانع، اصل ساسون بتحب الرقص قوي وما بتلاقيش حد يرقص معاها. قوم يا حسام ارقص معاها. ما اقدرش اسيبك لوحدك يا ايمان. لا ابدا مفيش حاجه، يعني اتفضلوا. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. تحبي ترقص الرقصه دي يا حلوه؟ متأسف. طب اقعد معاك اسليكي بدل ما انت قاعده لوحدك. تسمح تقوم؟ انت اخ انت عايز ايه بالظبط؟ اصل كنت عايز ارقص معاها الرقصه دي بس. عايز ترقص معاها؟ طب وماله يا حبيبي؟ اتفضلي ارقصي معايا. اتفضلي اتفضل ارقص يا حبيبي. مبسوطه كده؟ يعني كان لازم نروح نايت كلاب ونرقص كمان؟ الحقيقه بقى يا مان ما كنتش اتصور ان اخوكي تبعه جامد بالشكل ده، يعني يجي يزورني ساعتين يوم يمشي متعكنن. بس كانوا احلى ساعتين قضيتهم في حياتي. يا سلام. ايمان ها تتجوزيني يا اخوكي؟ لا يا ستي ده ما ينفعكيش، ده على نياته مش بتاع فريكيكو. بقى في واحد حلو وشيك وبيلف العالم ويبقى على نياته. ايوه يا ستي هو صلاح من نوع واحد، نوع نظيف عنده ضمير يجي وما يفكرش انه ياخد. اول مره تحب يا قلبي واول يوم اتهنى. نوابع ايه الحلاوه دي؟ حلاوه يا تعرف انا صلاح ان كل بنات حوا دي فيها نقطه ضعف، لو الواحد قدر يمسكها استولى على بنات حوا اللي في الدنيا كلها. بس ايمان يا حبيبي دي ما فيهاش ولا نقطه ضعف. نعم اخويا اخلاقها. ليه اخلاقها نقطه ضعفها؟ يعني ايه بقى مش فاهم؟ جدع انت، مش قلت لي قبل كده انها قالت لك يا ريت كل الناس في اخلاقك؟ حصل. يبقى ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا انسان مش عارف. بترسم عليك يا هبل. لا يا شيخ. لا يا رب. لا 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 ده بتبقى انا فاهم اكتر منك، مش باقي لانك انت تتحرك. تتحرك؟ يا اتحرك اعمل ايه يعني؟ اتحرك توريها انك راجل عندك اخلاق. لا مش عارف. وانا ده انت ما عنديش اخلاق ولا ايه؟ يا جدع افهمني افهمني. اصل انك تقعد تكلمها عن الاخلاق وتحلبها في الاخلاق، والاخلاق راحت الاخلاق جت الاخلاق راحت لحد ما هوب 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 تصيب الهدف. شرف البنت او شرف الراجل امانه بيسلمها لشريك حياته ليله الزفاف. ما تتصورش انا مبسوطه قد ايه بسمع الكلام ده ومن شاب زيك. الاخلاق الاخلاق يا انسه ايمان لا تتجزا، واذا كانت في موضه انحلال بتسود الشبان اليومين دول فتاكدي انها موضه وهتنتهي. ايه سلام كلامك بيريحني بشكل. اتفضلي. احنا عيبنا كشرقيين اننا بنقلد الغرب في كل شيء. تمام. لكن المفروض اننا ناخد اللي يناسبنا ونرفض اللي ضد اخلاقنا. مظبوط. في اوروبا في موضه سائده بين الشبان واعتقد انها تناسب اخلاقنا. ايه؟ تجربه قبل الجواز. يعني ايه؟ يعني لما يكون في اتنين عايزين يتجوزوا يعيشوا مع بعض زي الازواج تمام، وبالشكل ده يعرفوا طباع بعض واخلاق بعض ويبقوا متفاهمين. بس ده انحلال. ايوه انحلال،
هو ده رأيي. لكن ايه المانع اننا ناخد الفكره وندخل عليها تعديلات تتناسب مع طباعنا الشرقيه؟ تقصد ايه؟ قصدي لما يكون في اتنين مستلطفين بعض مفيش مانع انهم يخرجوا مع بعض ويتفاهموا مع بعض. ولا ايه رايك يا انسه ايمان؟ هي كلمه بنت دي فيها انه هتفضل تدحرجك لحد ما تجيب رجلك. يا سمير ما تقولش كده. يا غبي، بنات اسكندريه ماشيهم على البحر غيه. انا مش فاهم منك حاجه ابدا. اصلها حلوه عشان كده هتوديك البحر وترجعك عطشان. خليك معايا. بنت حلوة ولطيفة زي إيمان تحبك أنت ليه؟ لأني مش عارف. آه يمكن أنا فيها سكس. سكس؟ أنت فيك سكس؟ عليها النعمة أنت لا فيك سكس ولا سيفن. أنت فيك هبل وعبط. صدقني وأنا هضحك عليك. في حاجة بيني وبينك عشان أخدعك. اي بنت تشوفك ما تعبركش، مفيش اي حاجه في وشك يا جدع. بص ده شكل بني ادم ما بشوفش مرايه. طب اشمعنى ايمان بقى؟ ما هو ده مربط الفرس. اسمع صلاح، انت قدامك عدو لئيم خبيث. ايه؟ ايوه، معمول لك كمين، فلازم تقول لي اخبارك اول باول عشان احدد لك الاتجاه وتصيب الهدف. عن إذنك لحظة واحدة. طيب. يا بني يا بني يا بني يا بني يا بني حرامة ونظري يا جبت القمر؟ آه وفتحت. يلا اسلك. اسلك إيه بس؟ استنى أنا برضو لسه مش عارف. أنا مش مطمن. أنا برضو مطمن. أنت هتقعد تسحب حاجة بعد. يلا يا عم اسلك. خلينا يلا بسرعة شوية. أنا جاهز أهو. لا بس اسمع ورا يا سمير. اسمع، إحنا جايبينها هنا نختبر أخلاقها وبس. أوعى تقل أدبك عليها. هتخطب ليه؟ اسمع أنت أما تشوفني بقى نازل دمعتين ولا حاجة. ها أنا أبوك افهم يا حمار. أنا مش هبقى حمار. إيه؟ بقى أنت معقول منظر أبويا؟ إنما أوعى تقل أدبك عليها. يلا بنبهك أهو بسرعة بس. وانا راح عليك النوم يا حبيبي. اوعى تنساني. هاي صلاح، والدك بخير؟ يعني يعني لو ايه يعني لو دي كمان؟ يعني لو نفذت طلبه الاخير يمكن ترد فيه الروح. اعمل ايه؟ نفسه يشوفك مرة تانية صلاح. دقيقة واحدة مش اكتر. ينوبك ثواب، ده انا ما عنديش غيره. بس ما نقعدش كتير. حاضر. شربات. يعني هنزل دلوقتي اجيب شربات منين يا سي بابا؟ مفيش داعي خالص يا عمي، اعمل لي فنجان قهوه. لا لا، انا جاي للقهوه وما تخشش بيتي. ليه بس يا عم؟ هتجيب النحس. نحس ايه بس يا بابا؟ ايمان اعمل لك شاي؟ شربات؟ اه يعني قلت شربات. اسمع، كون في علمك يوم ما اموت تفرجوا على روحي شربات. حاضر يا بابا. اقعدي يا بنيتي اقعدي. لا لا اقعدي جنبي يا بنيتي. حاضر يا عم. اقعدي. امي امي ازاي صحتك دلوقتي يا عم؟ اول يوم ما كنت عنديكم في البيت أنا بتعارك مع الموت يا بنيتي، والزمن حاكم بين مش عارف مين اللي هيكسب فيه. لا يا عمي، إن شاء الله أنت اللي هتكسب. الشربات. شربات إيه دي؟ شربات برتقال. برتقال؟ إيه سلامتك. أنا سلامتك. مالك يا صلاح؟ أنت باباك عيان يا شيخ. ما فيش منه فايدة، مش عارف يسندني.
حضرتك عايز تروح فين بس؟ ما انت مرزوح، قصدي يعني مستريح هنا. مش شايف المعامله، والله لا حرمك من ميراث. لا ابدا، ده صلاح بيحبك قوي قوي والله يا عم. اعمل لنا شاي يا ولدي. شاي؟ ايوه شاي. شاي ليه بس يا عمي؟ ما هو كويس كده العصير. قسما عظما لن تشربي شاي. اعمل لنا شاي يا ولدي. خلاص بقى صلاح، اسمع كلام بابا. ايوه بس انا مش عارف هو ماله النهارده. يا ولدي روحي اقعد مع ايمان دقيقه لمصلحتك. ربنا يخليك يا بابا، ربنا يخليك. ربنا يخليك، مع السلامه. سلامتك يا عمي. اهلا. الف سلامة. قولي لي يا بنتي. نعم يا عمي. ايه اللي عاجبك في العبيط المفقع ده؟ ابن حضرتك يا عمي؟ ابن حضرتي ايه؟ اللي عاجبني فيه انه انسان طيب، مخلص، نظيف، ما عندوش نفاق، واللي في قلبه على لسانه. فيه واحد أحسن من أبوه. الحكاية مش حكاية واحد تاني وواحد تالت. لا يا بنيتي، ده واحد بيحبك قوي قوي. يا بابا اختشي عين. بابا استريح حضرتك، استريح، انت عيان، انت عيان. طب انا بقى استاذن. تستاذني فين؟ طب والشربات اللي على النار ده؟ الشربات على النار؟ قصدي الشاي اللي على النار. ثانية واحدة هجيبه. صلاح قلت ايه يا بنيتي؟ قلت ايه في ايه؟ قلت ايه؟ في الحب التاني يا بنيتي. ايه بس يا عمي؟ يا بنيتي اسمعي، انا بحبك ونفسي اتجوزك يا بنيتي. عيب يا عمي. يا بنيتي انا تعبان يا بنيتي. ما يحرمنيش منك يا صلاح. الدموع غالية، ما يصحش الإنسان يفرط في دموع عينيه، خصوصا لما تكون عيون حلوة بالشكل ده. بتعيطي ليه؟ اتكلمي، فضفضي على اللي في قلبك. ركاب القطر لازم يدردشوا مع بعض عشان يقصروا المسافة. مش عاوزة تكلميني؟ زعلانة مني أنا كمان؟ من فضلك تسكت. اسكت ازاي يا مدام؟ انسه من فضلك. اسكت ازاي يا انسه؟ عاوزاني اشوفك زعلانه واسكت؟ دي تبقى جريمه وانا ما اقدرش اسكت عليها، ولا عاوزه الانسانيه تعتبرني مجرم في حقها؟ مين اللي زعلك؟ مامتك؟
أختك؟ أخوكي؟ أبوكي؟ ما هو شوفي، لازم نبحث الموقف ونشوف مين اللي غلطان. كلكم صف واحد. آه بس فهمتها لوحدي. المشكلة عاطفية. ضحك عليك الولد الغشاش. قولي لي عليه، اديني عنوانه وانا اروح اضربه. اصل كنت بلعب بوكس في المدرسة. انا عمري ما شفت غلاسة بالشكل ده. يا مدام آنسة. يا آنسة، اذا كان طلع خاين شوفي غيره، من حقك. انا اهو البنات كلهم بيقولوا عليا مسلي بحبوح. يعني ممكن انسيك الولد الغشاش ده من اول مقابلة. انت هتسكت ولا اقوم؟ لا لا ارجوك خليكي قاعده. كفايه عليا اشوف الجنبي، انا هسكت. الحمد لله على السلامه. ممكن ابقى اوصلك؟ اصل المواصلات زحمه ومش هتعرفي تركبي لوحدك. أصل أنا لما أكون معاكي سواقين التاكسي هيخافوا مني، أول ما شاول الواحد منهم يقف على طول. آه بس فهمتها لوحدي. أنتِ خايفة حد يشوفك معايا إيه؟ تليفوني أهو، وأحب أطمنك إني ساكن لوحدي. على العموم نمرتي سهلة، من الشمال لليمين 5 4 3 2 1، ولو قريتيها من اليمين للشمال 1 2 3 4 5. سهلة. يا مدام آنسة، من فضلك المنديل. فضل. الله، الحمد لله على السلامة يا كابتن حسين. الله يسلمك. ولو ان السلامه دي مش هتتحقق الا لما نشرب الشاي سوا. لا يا اخويا، الشاي بتاعك مضر للي زيي. كابتن حسام، كابتن، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اتفضل يا سيدي، جواز السفر هو جدد وبقى تمام التمام. الف شكر. انما قول لي، مش هي دي ناهد شريف الممثله؟ والله ده شيء ما يخصكش. اصلها بصراحه حلوه قوي قوي قوي. متشكر حضرتك بلغها. بقول لك ايه، انت لازم رايح لها. طبعا رايح لها، امال هروح فين؟ وعشان كده انا مستعجل، على اذنك كابتن. كابتن. نعم. خدني معاك. يا ابني اقل، انت راجل متجوز. يا سيدي خدني معاك زكاة عن صحتك وشبابك. مراتك اولى بيك يا سعيد، كن امينا على بيتك واولادك. هم يعني المتجوزين ما لهمش نفس في سهره حلوه ولا في رقصه عاطفيه؟ ما تاخد مراتك يا اخي، ثم نهد شريف دي الجو بتاعي انا بس، ثم انت لازم تكون اخلاقك بس. خلاص خلاص، هتدينا محاضرة في الأخلاق. أنا آسف. اتفضل روح لها. اتفضل. يا أناني يا أناني، أنا كمان هشوف لوحده. يا حلاوة. أنا طول الرحلة بفكر فيكي، وبتمنى الطيارة تتقلب صاروخ عشان أجيلك بسرعة. اسمعي يا روحي، بعد 3 دقايق هكون في الشقة، لازم أروح عليكي هناك. لا 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 يا حبيبي أبدا، أصل أنا لسه هفوت على الاستوديو. أجلي الاستوديو بعد ما نتقابل. لا 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 لا، ساعة كتير قوي، ونص ساعة برضو كتير. اسمعي، أنا جددت لك الباسبور بتاعك وجايبه معايا. باي باي يا روحي. باي باي يا روحي. Thank you.
إيمان. مفاجأة مش كده؟ إيه يا عصام مالك؟ لا أبدا مفيش، اتفضلي اتفضلي. اتفضلي. إيه المفاجأة الحلوة دي؟ الحقيقة أنا أصلي ما كنتش متوقع، كنت متوقع يعني. أهلا أهلا حبيبتي، اتفضلي. اتفضلي. إنت إيه اللي جابك إيمان؟ أبدا، كنت وحشتني فأخدت أجازة أسبوع وجيت أشوفك. أسبوع؟ أهلا وسهلا أهلا، منورة حبيبتي منورة. أسبوع؟ طب أقول ليه أنت إيه؟ ليه ما خدتيش أجازتك السنوية بالمرة؟ ما أقدرش. أنت قطعا أنت اللي أصريتي على الأجازة أكيد. أه طبعا. ضروري أصل يعني مش ممكن يصرحوا لك بأجازة والموسم في عزه كده. أنت مش عايز نيجي ولا إيه؟ لا أبدا أبدا، بس أنا كنت عايز أستعد لك أكتر، أخد لك أنا أجازة مثلا. تصوري أنا لسه جاي من طوكيو دلوقتي. طب كويس، حظي كويس. لا ده حظي أنا اللي أحسن وأسعد حقيقة. إنسانة ومنورة، بس أنا مش عارف أتصرف إزاي بقى دلوقتي. تتصرف إيه؟ لا أبدا، أصل أنا أنت جاي من السفر وأنا جاي من السفر، بقول إيه؟ خشي جوه التلاجة اعملي لنا اتنين شاي كده يعدلوا. أدخل جوه التلاجة أعمل شاي؟ لا جنب التلاجة، شاي حاجة ساعة أي حاجة بس عشان الواحد. الحمد لله على السلامة حبيبتي، إنسانة منورة. خشي فوق. مدام ناهد. مدام ناهد نزلت من نص ساعة يا فندم. ايه؟ نزلت؟ نزلت ازاي؟ مين قالها تنزل يا بنتي؟ بس ازاي تسيبيها تنزل؟ يا دي المصيبة الصغيرة، يا دي المصيبة. طبعا دي يا دلوقتي تعرف يا استاذ؟ انا صعبان عليا اقعدك لوحدك. انا هعمل المستحيل عشان اتنيف واجي اقعد جنبك. طبعا طبعا. ده انا تعبان جدا. انا مورط ومزلوق ومش عارف اعمل ايه. مين؟ امال فين محمود وابراهيم؟ زمانهم جايين كده. الاكل جاهز. حسن انا سبقتهم عشان اتكلم معاك في الموضوع. موضوع ايه؟ انا اسف يا حسن، لكن هي دي رغبه محمود ابراهيم. بصراحه هما ما يقدروش يتحملوا اكتر من كده. تلات اشهر فاتوا بعد وفاه والدك، واحنا بندفع نصيبك في الايجار والاكل، وانت عارف ظروفنا. النهارده واحد زميلنا عرض انه يدخل مكانك، خصوصا انه معانا في كليه الاداب. على العموم كتر خيركم، بس يا ريت تقول لهم يستنوا عليا شويه لغايه ما اعرف اتصرف. محمود ابراهيم مش هيستنوا. حاول تتصرف بسرعه يا حسن، دور على شغل. والكليه، ما انت عارف يا سالم ان هندسه غير اداب، هندسه محتاجه تفرغ تام، وحرام اضيع كل السنين دي. انت فاكر ان الكليه هتعمل لك حاجه؟ ما انت عارف اخرتها، مرتب مش هيوكلك عيش حياه. مساء السعاده والفرفشه. اخبار الاكل ايه يا حسن النهارده؟ احنا محتاجين ترزية جامدة قوي للنادي. الآنسة لولا صديقة الطلبة سونا. اهلا يا سونا. تعالي بقى نفرجك على الشقة. ايه ده يا ابراهيم؟ احنا مش اتفقنا ان اشكالي ما تخشش هنا؟ لا حبيبي، انت خلاص ما بلاش حق تتفق على اي حاجة هنا. انت ما قلتلوش يا سالم ولا ايه؟ حسن مش هتتعشى معانا؟ سيبك مني، الاكل مش هيكفي. تنسي لولا. أمر يا باشمهندس، عايزك تجيب لي سندوتش كيلو طعميه يا عطوه، وبعدين واحد شاي. بس الحساب تقيل قوي يا حسن، والمعلم مزرج. معلش يا عطوه، ده انا قصدك في خدمه كمان. تعرف ليش طريق شغلانه؟ انا برضه اللي هشغلك يا باشمهندس. ده انت شغلانتك عالي قوي قوي. انا عايز اي حاجه تسد يا عطوه. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ عاشور، اهلا وسهلا يا حاج. ازيك يا عطوه؟ تعيش يا عمي. هات اتنين شاي يا عطوه. على عيني. حاضر، اجيب لك السندوتشات يا حسن بالمره. اسمع يا عطوه. نعم.
كل طلبات الباشمهندس على حسابي. انا هنا يا مولاي، انا حاضر. ازاي الحال يا حسن يا ابني؟ الدنيا ضاقت في وشي قوي. ما دي الا ضيقت القلوب يا ابني، وكل ازمه ولها حل. الا ازمتي انا مش باين لها حل ابدا. ما تقولش كده يا حسن يا ابني، ده ربنا كرمه كبير، والمثل بيقول ما ضاقت الا ما فرجت. وانا بقى جايب لك معايا مفتاح الفرج. تتكلم جد يا شيخ عاشور؟ خير. الهنا والشفا. اتفضل. طيب وهو المعلم سيد البرنس يقرب لها؟ ابوها الله يرحمه كان رئيس عمان، وهي نفسها كانت تشتغل عنده. بس الشهاده لله المعلم طول عمره يسعى في الخير. مش عارف يا شيخ عاشور. ما تستعجلش يا ابني وفكر كويس. بس اللي انا عايز اقوله لك انك انت محتاج واحده تقضي طلباتك وتخدمك عشان تركز في مذاكرتك وتخلص السنه اللي باقيه لك وتاخد الشهاده بتاعتك، بدل ما تخسر تعبك ده كله. بس انت يعني يرضيك الوضع ده يا شيخ عاشور؟ ازاي اكون اب لطفل انا ماليش علاقه بيه؟ محدش طلب منك تكون اب. انت هتفضل معاها لغايه ما تولد، وبعد كده انت حر وممكن تطلقها، وتبقى كده انقذت نفسك وانقذتها، ثم حينوبك فيها ثواب كبير يا ابني. مش عارف، مش عارف اقول لك يا شيخ عاشور. طيب ممكن مهله افكر وارد عليك؟ ايه براحتك يا اوضتك مشغوله ابو علي كومبليت. محمود بيذاكر مع لولا جوه، تحب تخش تسمع لهم؟ بس بشرط المرة دي مش هنقدر ندفع لك، دي بتطلب جامد قوي 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 قوي. أشهد الله والحاضرين جميعا أن أعاملك معاملة الإسلام وأن أحسن معاشرتك. وأشهد الله والحاضرين جميعا أن أعاملك معاملة الإسلام وأن أحسن معاشرتك. مبروك. مبروك يا أولاد. ألف مبروك. مبروك. خد بالك منها وأنت ما وصيكش عليها يا زناد. يلا يا باشمهندس خد عصفك وتوكله على الله. يلا يا بنتي. إيه الحكاية يا شيخ عاشور؟ يا جوازة ولا جنازة؟ مش عارفة حواتي جميلك ده فين.
أرجوك ما تعيطيش. من فضلك عايز أغير هدومي. الحمام فين؟ على إيدك اليمين. المعلم بيمس عليك وبعت لكم الاكل ده. قول له متشكرين. فضيت لك الدرفة دي عشان تحط فيها هدومك. مش هتتعشى؟ لا مش جعان. كل انتي. تنام على السرير يا سي حسن وانا هنام على الكنبه. خليك انت مستريحه. لا والنبي ما تيجي ابدا. خلاص بقى انا هنام. طب استنى لما افرشها لك. صباح الخير.
معلش مش متعود. طب غير رأيك على كوباية شاي. مفيش وقت. طب تحب أعمل لك إيه على الغدا؟ أي حاجة. مفيش حاجة نفسك فيها؟ لا لا أي حاجة. خدي دول. إيه دول؟ مصروف. يكفوا. وزيادة يا سحس. طيب أنا ماشي. مع ألف سلامة. لسه زعلانه؟ ليه؟ انت متخيل ان الموضوع بسيط قوي كده؟ طب ايه رايك بقى ان الموضوع اتحل وهستمر في الكليه وحكايه الشغل دي شلتها من دماغي خالص. انا بجد يا حسن؟ طب قولي حليت المشكله ازاي؟ واحد قريب يسلفني. حايل يا حسن. الشاي يا سحس. إلهي يوفقك وينجح مقصدك يا قادر يا كريم. مش عايز حاجة تانية؟ شكر. قومي لها بنتي. مش يمكن تعوز حاجة؟ قلتلك مش عايز. وكمان انا ما اقدرش اقعد اذاكر وانت قاعده تبحلقي فيا كده. يا سي حسن انت بتعاملني ليه كده بس؟ هو انا كنت غلطت في حقك لا سمح الله؟ ده انا كل اللي بتمناه من الدنيا انك تعاملني زي بقيه الخلق. حقك عليا يا زينات. انت فعلا ما غلطتيش في حقي. انا اللي غلطت في حق نفسي. غلطت انك اتجوزتني. طيب ليه وافقت؟ عشان تعذبني؟ انا ظروفي كانت صعبه قوي. مش هتكون اقسى من ظروفي. لحد امتى الانسان مننا هيعيش عيشه مفروضه عليه؟ بطلوا يا فتحي، قول له على اللي قلته لنا انت وكريم. انتوا كمان محضرين كلام تقولوه؟ مال كنتم مال شغل السباغه تفهموا فيه ايه؟ انا كان قصدي يا عم ان احنا ندخل في المسبغه المكن الجديد، بدل العمال ما بيشتغلوا كده بايديهم ورجليهم زي مبيضين النحاس، وبعدين المكن هيزود الانتاج ويخلي حالها احسن بكتير. مش بقول لك انت بتاع كلام وبس، يكون في علمك يا شاطر ان مصلحه الاثار محرجه عليا اعمل قلق عشان خايفه على الاثار اللي حوالين المسبغه. اهلا ابو علي. صباح الفل يا راجل. فينك وحشتنا؟ احنا زعلانين منك قوي يا ابو علي. طبعا يا عم، اللي قالي قالي. انتوا عرفتوا عنواني هنا ازاي؟ شفتوا؟ مش قلت لكم الجدع ده خاين العيش والملح؟ كان عايز يفضل مزوغ مننا على طول. مين قال لكم ان انا ساكن هنا؟ اول ما عرفنا من الشيخ عاشور ما تصورش فرحنا لك قد ايه؟ طب كنت خليك ذوق يا راجل وعزمنا الفرح. ما احنا برضو كنا هنقوم بالواجب يا ابو علي. يا سيدي، من لقى احبابه نسى اصحابه. احنا اسفين يا مدام، تعبناكي معانا. لا ابدا مفيش تعب ولا حاجه، ده انت اصحاب حسن يعني زي اخواتي بالظبط. اذا عوزت اي حاجه يا سي حسن انا جوه. واضح ان ابو علي ما بيحبش يضيع وقته ابدا. البشاير هلي. شوف انت اثار النعمه اللي باينه عليه. طول عمره عظه من السما. ايه مالك ساكت ليه؟ لا انت باين عليك مش مبسوط عشان شفتنا. قوموا بينا يا جماعه قبل ما يطردنا. طب نشرب الشاي. قوم يا راجل قوم الشاي. انتوا نازلين رايحين على فين؟ الله، هتنزلوا قبل ما تتغدوا؟ ما تمسك فيهم يا حسن. الناس وصلت مش انت؟ يا خرابي ما تقولش كده، ده حسن ابو الكرم كله. الله الله الله، ايه الطعامه دي؟ اهو ده الاكل اللي يسري ويملي. بألف هنا وشفا. ألف هنا وشفا. اما اجيب لكم باميه تاني، دي طعمه قوي. تسلم ايدك يا مدام. الله يخليك. مالك يا ابو علي؟ ما بتاكلش ليه؟
نفسك مسدودة؟ فاكرين الأكل اللي كان بيطبخه لك أبو علي؟ ده كان بينتقم مننا. أنتوا أنستونا وشرفتونا. ميرسي قوي يا مدام. مع ألف سلامة. مع السلامة. مع السلامة نورتوا. إحنا متشكرين جدا يا فندم. على إيه؟ ده إحنا ما عملناش حاجة. بقول لك إيه يا أبو علي؟ إيه رأيك بقى؟ خليك جدع. شوف لي جوازك جوازك. طب مع السلامة. مع السلامة الله. مع السلامة. ما تنساش بقى الغدوة الجاية. طيب ربنا يهون الصغير. ما تنساش يا معلم. مع السلامة. على الله يكون اصحابك انبسطوا. انبسطوا؟ هم انبسطوا وانا يتحرق دمي. وانا كنت ناقص فضايح. ليه يا اخويا كفلة الشر؟ هو انا عملت حاجة غلط؟ انت ازاي تمسكي فيهم يستنوا يعرفوا انك مراتي؟ انا قصدت اعمل الواجب. انت كنت عايز نطردهم ولا اعمل ايه بس؟ تقول لهم العنوان ده غلط. انا مش موجود. سافرت رحت في 60 داهيه. يا اخويا بعد الشر عليك. ده انا كان قصدي اشرفك. هو انت اللي يعرفك تشرف؟ يا حسن اسمعي، حس كأنك بعد كده تقابلي اي حد من طرفي او حتى تقولي انك مراتي، فاهمه؟ ردي عليا. معلش يا زينات، أنا اليومين دول أعصابي تعبانة. أنا متأسف. مساء الخير. مالك يا حسن؟ أبدا مش عارفة. حاسة ليه إنك مخبي عليا حاجة؟ حاجة إيه بس اللي هخبيها عنك يا أمال؟ مش عارفة، بس إحساسي اليومين دول بيقول كده. لو كان في حاجة كنت قلتلك عليها. كل الحكاية إني قلقان شوية لأن الامتحانات قربت. خايف ما نجحش في تقدير كل سنة. معقول يا حسن؟ أنت تخاف من حاجة زي دي؟ طب ده أنا اللي لفت نظري ليك وقربت مني كان اجتهاد. يعني أنا لو ما كنتش مجتهد ما كنتش حبيتيني؟ الاجتهاد جزء مهم من شخصيتك، وأنا ما أقدرش أتصورك غير كده. يعني لازم تكون دايما الأول في كل حاجة، زي ما أنت الأول في حياتي. انت ايه بقى اللي قوامك من السرير؟ انا مش منبه عليكي تستريحي خالص وما تعمليش اي حاجه؟ انا مش هرتاح ولا يهنالي بال الا لما الاقيك نجحت وطلعت البريمو. ايه شكلك كده هتعمليها الليله؟ لا اطمن، انا مش هولد الا بعد ما تخلص الامتحان بكره. طب يلا اتفضلي بقى خشي نامي. طيب انا هخش جوه ولما تعوز حاجة أنا صحية، ابقى انده عليا. الحان يا حسن.
حاجات. انا باين بولد يا حسن. يا نهارك مطين، انا مش قلت لك؟ طب انا هنزل اجيب لك دكتور او ابعت لك امي. لا 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 لا، مفيش وقت، روح انت سخن شويه ميه. ميه ليه؟ هقول لك بعدين. طيب طيب روح. طيب طيب المقصة اهو، عايزة تقصي بيه ايه؟ لا مش دلوقتي، هقول لك بعدين. بس أوام أوام، المية السخنة سايقة عليك النبي حبيبي. حاضر حاضر. طب طب خلي بالك، المقص هنا. شد يا حسن، شد يا حسن، شد. انا خايف يا زينة. عشان تتقوي. اللي هيكبر بخاطرك ربنا ويطول لنا في عمرك كمان وكمان، ياخد عدوينك يا معلم. سلام عليك. عليكم السلام ورحمه الله. سلامتك يا شيخ عاشور. سلمنا على زينب. الف حمد والف شكر. ولد ربنا يهدي جوزها ولا يستعجلش ويسيبها. ما يسيبها يا سيدي، هو مش خلاص عمل اللي عليه؟ لكن انا بقى لا يمكن هسيب زينب. انا كان نفسي يستنى معاها لما يقيد الولد على اسمه. كلام ايه ده اللي بتقوله يا شيخ عاشور؟ ولا مؤاخذة، حسن ده يبقى ابو الولد؟ ليه نخصبه ونخليه يكتب الولد باسمه؟ الولد له اب. استغفر الله العظيم، ما احنا مش عارفين مين ابوه يا معلم. اكيد زينات عارف. هي مش قالت انه عمل عملته وهرب؟ وجايز يرجع ساعتها، يبقى ايه العمل بقى؟ على كل حال ما تشغلش بالك انت بالموضوع ده، ويا ريت ما تفتحوش مع حسن ولا زينان وتسيبني انا اتصرف. ايه اللي تشوفه يا معلم؟ استاذن انا بقى. السلام عليكم. مع السلامه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انست وتشرفت. الله يحفظك. الزاويه دي خالص، شويه الغلايات القديمه دي تشيلها علشان تساعد المكن الحديث. معايا؟ معاك. وتعالى معايا كمان. شايف؟ شايف الزاويه دي؟ عايزك توسعها لي خالص. مكتب عام
العم ده عايزك تشيله وترميه بره. ده اللي جابك هنا يا تعرف مرجلك تعذب المسبغه دي تاني لكون قطعها لك، فاهم؟ امشي الجار انت واللفند اللي سحب وراك، غور من وش بلاش غلاسه. والله العظيم لا اقول لخالتي الحاج. مع السلامه يا روح خالتك. سلامه يا زبطحي، مع الف سلامه. ولسه ما هيشوفوا ولاد الابلسه. صح يا معلم. اشتغل يا ولد اهو، اشتغل يا يا اخويا. ان شاء الله يخليك يا رب. عملت لك شويه شوربه بقى، ما تقوليليش اجدع طباخ. والنبي وتعبت نفسك ليه يا سي حسن؟ مامي موجوده هنا، كانت هي اللي عملت. امك وراها كوم لحم، دوقي انت بس وقولي لي ايه رايك. طبعا هتطلع حلوه، مش انت اللي عاملها؟ الله النبي، انا مكسوفه منك قوي يا سي حسن. مكسوفه من ايه بس يا زينان؟ طب ما انت ياما تعبتي معايا. انا مهما تعبت مش هقدر ارد نص اللي عملته، نص جمايلك. طب بس بقى سيبك من الكلام ده دلوقتي واشربي الشوربه بتاعتك. هشرب. وانت اتغديت؟ الحمد لله. طب خد دوق الحته دي، انا عارفه انك بتحبها. انت اللي ضعيفه ولازم تتغذي كويس. والنبي ما حد واكلها غيرك. خد. ايه يا حبيبي؟ ايه اشربي انت بقى الشوربه بتاعتك وكل الفرخه دي كلها. حاضر هشرب. اديني الاستاذ ده، تعالى هاتي وانا هشوفه. يلا انت كملي غداك. ان شاء الله يخليك يا رب ويطرح لنا البركه فيك وما يحرمنا منك ابدا يا حسن. انا جاي اهني وابارك. اهلا وسهلا يا معلم. حط الحاجات دي عندك واستناني في المسبغه. من عنايا يا معلم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف حمد لله على السلامة يا زينات. الله يسلمك. لو قلت لك أنا طلعت قد إيه مش هتصدقي. بسم الله الرحمن الرحيم. كتر خيرك يا معلم. تشرب إيه يا معلم؟ تشكر يا باشمهندس. ملوش لزوم. سامي يا زينات. بسم الله الرحمن الرحيم. تسمح؟ عايزك في كلمتين بره. خير يا معلم. بقى يا سيدي خير في سلامة وسلامة في خير. أنا جاي لك عشان تنفذ بقية اتفاقنا. يعني تطلق زينات وتاخد حسابك وكتر ألف خيرك. خلي فلوسك في جيبك يا معلم. ليه؟ هو مش ده كان اتفاقنا من الأول؟ أيوة، بس أنا أفضل نأجل الموضوع ده شوية لحد ما زينات تشد حيلها وتقوم بالسلامة. الله، ما هي زينات راسية على كل حاجة وعارفة إن الأول شرط آخره نور. مش جايز تتضايق لو استعجلنا؟ ما تأخذنيش يا معلم، دي لسه والدة وتعبانة. لا شاهم يا باشمهندس، الشهادة لله أنا ما كنتش فاكر إنك بالأخلاق دي. على كل حال براحتك، وقت ما تحب تفك في أيها وقت أنا تحت أمرك، وأتعابك جاهزة وفوقهم بوسة كمان. عن إذنك، سلام عليكم. مع السلامة. مبروك يا حسن، امتياز مع مرتبة الشرف. الله يبارك فيك يا فندم، متشكر جدا. بإذن الله هتتعين معيد في الكلية، بس مش هو ده الموضوع اللي كنت عاوز أتكلم معاك فيه. خير يا فندم. انت عارف ان انا ماسك مشروع اسكان كبير في مصر الجديده، عندك مانع تشتغل معايا فيه؟ ده شرف كبير ليا يا دكتور، ودي كانت رغبتي من زمان ان انا اشتغل مع سيادتك. لازم تعرف ان اخترتك لكفاءتك، هو هتفتكر ان امال بنت اختي هي اللي توسطت لك. ما تتصورش حضرتك انا فخور بالثقه دي قد ايه. امال قالت لي ان عندك مشكله بخصوص السكن، اطمئن انا هخليهم يدولك شقه قريبه من المشروع. اما بخصوص المرتب ما تحملش هم، انا هعمل لك مرتب كويس قوي. شكرا أوي يا دكتور. دي مش أصول يا معلم، أنا ست متجوزة وما صحش تجيلي وجوزي مش موجود. أنا عارف إنك شايلة مني، ليكي حق، بس أنت كمان لازم تعذريني. أنا راجل متجوز اتنين كانوا لا يمكن هيسيبوني أصلح غلطتي معاكي، لكن دلوقتي
اقدر اقول لهم طز وارد لك اعتبارك قدام الناس كلها وانفذ لك كل طلباتك. يا اخويا انا مش فاهمه ايه قصدك من الدش ده كله. انا بقصد مصلحتك يا زينات. انا عاوز اعوضك عن كل اللي فات واخلي برجوان كلها تحت رجليكي. انا بس مستني لحد ما حسن يطلقك وتوفى عده ونكتب كتابنا على طول واكتب الواد باسمي. حيلك حيلك، مين اللي قال لك ان حسن هيطلقني؟ وش دراك ان الولد ده يبقى ابنك؟ الواد التلميذ ده هيطلقك ورجله فوق رقبته، احنا متفقين على كده من الاول، وهياخد عرق ويمشي. ابنك ابني، ولا انت نسيت يا زينات؟ ريح نفسك يا معلم، انا جوزي هيفضل حسن، وابني ملوش اب غير حسن، وما عنديش كلام تاني اقوله، اتفضل بقى من غير ما ترد عشان عايز اردع الواد. يا بنت الحلال حط عقلك في راسك وفكري كويس، ويكون في علمك انا لا يمكن هسيب لحمي. وإذا ركبت راسك أنا هعرف إزاي أخليكي تندمي. قول مبروك عليا وعليك يا حسن. تخيل أول مرة أحس بطعم الفرحة الحقيقية. ده أنا قلت خلاص هخلص من زمالتك، ألاقي خالك مصر إنك برضه تفضلي في أرابيزي ويشغلك معايا في نفس المشروع. على قلبك، مش هسيبك، هتلاقيني دايما جنبك، خطوتك جنب خطوتي، لحد ما نحقق كل اللي كنا بنحلم بيه. مبروك يا سي حسن، ألف مبروك، ألف مبروك يا أخويا، ألف مبروك يا سي حسن، ألف مبروك. الحمد لله فرحت قلبي وريحت بالي. مبروك يا أخويا. مالك يا حسن؟ في موضوع كنت دايما بحاول افتحك فيه لكن ما كنتش اعرف ابتدي ازاي. انا عارفه انت عايز تقول ايه. عايز تسيبنا مش كده؟ الظهر علي ان انا نسيت ان كان في اتفاق قبل ما تتجوزني. كان بيتهيألي الأيام الحلوة اللي عشتها معاك كانت ممكن تطول. على كل حال يا سي حسن، أنا بتمنى لك الخير من كل قلبي، حتى لو أنت سبتنا برضه بتمنهولك. زينات، نفسي تفهمي حقيقة ظروفي. من غير ما أفهم، ربنا يوفقك يا حسن. الموضوع مش زي ما انت فاكره. صدقيني انا ما يهمنيش الاتفاق، بس في حاجه انت ما كنتيش تعرفيها. انا مرتبط بزميله ليا في الكليه من 4 سنين، لدرجه ان زمايلنا وحتى اهلها بيعتبرونا في حكم المخطوبين. على كل حال يا سي حسن، انا بتمنى لك الخير من كل قلبي، حتى لو انت سبتنا برضو بتمنهولك. زينات، نفسي تفهمي حقيقة ظروفي. من غير ما افهم، ربنا يوفقك يا حسن. الموضوع مش زي ما انت فاكره. صدقيني انا ما يهمنيش الاتفاق، بس في حاجه انت ما كنتيش تعرفيها. انا مرتبط بزميله ليا في الكليه من 4 سنين، لدرجة إن زمايلنا وحتى أهلها بيعتبرونا في حكم المخطوبين. ربنا يسعدكم ويهدي سركم. وأنت هتعملي إيه؟ ما تشغلش بالك بينا. المهم أنت بص لنفسك، شوف مستقبلك يا حسن. في صحتك يا بنت. صحتك يا معلمة. لما أنت ما قلتليش يا معلم جايبني هنا ليه؟ انا متهيألي ان احنا قاعدين في ترسانة سلاح. اصل صاحب الشاليه غاوي تحف، المكان ده كله تاريخ يا مدحت، تاريخ جميل وياما حاجات حصلت هنا، لكن اهم حاجة اللي حصل بقى بيني وبين زينات. الله، يا زينات جت هنا معلم؟ اعمل ايه؟
البنت بعد ما طردتها صعبت عليا وخفت عليها من ولاد الحرام، قلت تيجي تقعد هنا تنصان وتشوف طلباتي. وشاف طلباتك يا معلم؟ يا مدحت، بس يا خساره، قلبت بغام والبنت حبلت زي ما قلت لك. الله، يعني لكنها حبلت منك انت يا معلم؟ يعني الواد اللي جابته ده ابني يا مدحت، من صلبي، من لحم ودم. طب وجدع ليه متجوزاه ده؟ ده جوز بالايجار، لكن يظهر انه طلع حدق ولعب بعقل زينات وخلاها تقول ان الواد ده مش ابني. طب ايه بقى المطلوب منا يا معلم؟ عايزك تخطف لي الواد ده من امه عشان غصب عنها تقر وتعترف وتبصم بالعشرة ان الواد ده ابني. انا رقبت ليك يا معلم، بس انت عارف دي جنيه كبيرة قوي. هدي لك 5000 جنيه. يا معلم بس هخليهم 8 بواكي. انا ما اقدرش اعتمد حد غيرك على عملية زي دي يا مدحت. ها قلت ايه؟ يا حبيبي وحشتني يا قمر، شفت انا جبت لك ايه؟ وحشتني 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 وحشتني. كتر الف خيرك يا سي حسن، والنبي تعبت نفسك ليه بس وجبت الحاجات دي كلها؟ دي حاجات بسيطه يا زينات، انت ما تعرفيش معزتكم عندي قد ايه. ان شاء الله يخليك يا رب. ها طمنيني بقى، انت عامله ايه؟ الحمد لله ماشي. خدي دول. لا يا سي حسن كتر الف خيرك، احنا اذا كنا محتاجين فاحنا محتاجين لك انت مش للفلوس. عشان خاطر يا زينات خليهم معاكي. يا سي حسن دي اول قضيه لك، خليهم معاك، انت مصاريفك كتير يمكن تحتاج لهم. لو النبي ابدا ما اوعي تتكلمي. لا يا سي حسن بس. انت ما تعرفيش ده عزيز عليا قد ايه. طبعا. انت يا اخويا عامل ايه؟ عايش ازاي؟ طمني عليك. الحمد لله، ادوني شقة قريبة من المشروع اللي بشتغل فيه. إلهي يجعلها أدم السعادة عليك يا رب. المهم يا سي حسن قولي انت عامل ايه؟ مين بيغسلك؟ مين بيشوف طلباتك؟ مين اللي بيطبخلك؟ بقولك ايه، اقوم اجيبلك تاكل، انا عارفة انك بتحب طبيخي. شكرا يا زينات، مش جعان. بص يا سي حسن، انا مستعدية اجيلك البيت اغسل لك واكنس لك وامسح لك واعمل لك كل طلباتك من غير ما اي حد يعرف. كتر خيرك يا زينات، انا تعبت كتير قوي معايا قبل كده، مش عايزه اتعبك تاني بقى. كده برضو؟ ده انا مهما عملت مش هقدر اوفي ربع جمايلك. انتي مين؟ بتعملي ايه هنا؟ ده انا بشتغل هنا. ما قلتليش يعني انك جبت شغال. وفيها ايه بس يا امال؟ يعني عايزاني اسيب الشقه كده؟ ليه؟ اي حد من العمال ممكن يجي ينظفها لك. طب ومين اللي هيطبخ؟ انا متاسفه يا استهانم، اذا كان اللي جاي هنا بيضايقك. وايه اللي بيعيط جوه ده؟ ده ابني يا استهانم. ابنك ونايمها سرير ولا عارف؟ اتفضلي شيليه. ازاي تسمح لها يا حسن؟ امال مش وقت الكلام ده. مالك ملتبس كده؟ جبتها منين الست دي؟ مش باين عليها شغاله يعني. اسمع، احنا مش محتاجين شغالين. انت حسابك كام؟ الباشمهندس دفع. طيب تقدري تمشي. Thank you.
ايه اللي عملتيه ده؟ ده تصرف غير انساني. ومالك محمود قوي كده علشانها؟ لانها ما عملتلكيش حاجه عشان تعمليها بالشكل ده. ازاي تدخل واحده زي دي شقتنا من غير ما تقولي ولا حتى تاخد رايك؟ خد رايك في ايه؟ في واحده جايه تقعد في الشقه وتطبخ لك وتكوي لك وتنايم ابنها على سريرك؟ اسمعي يا امال، اوعي تكوني فاكره ان انا هوافق على اسلوبك ده. انا راجل ريفي واحب كلمتي هي اللي تمشي، مفهوم؟ وعلى العموم احنا لسه على البر. قلت ايه كده يا حسن؟ هو ده اللي انا استاهله منك؟ هعمل لك ايه بس؟ ما قلت اللي خلقت من موضوع هايف مشكله كبيره. على العموم حقك عليا. خلاص بقى. على فكرة بابا وماما جايين بكرة يشوفوا الشقة. جايالك يا روح امك. يا اخوك يا روح امك. بس يا حبيبي اسمك اخلص بس الفلوسين اللي فيه. طب خد مش عاوز. طب هخلص واجيلك على طول. يا اخويا والنبي ما تعيط ما تعيطش بقى. ها يلا. ايوه ربي يهديك يا رب. الديكور ما جاش. وبعدين انا واثقه انها هتبقى جنه ما دام فيها اتنين بيحبوا بعض، مش كده يا حسن؟ الحقيقه يا فندم انا مش شايف اننا محتاجين شقه اكبر من كده دلوقتي. وليه؟ احنا نكلم الدكتور مصطفى يشوف لكم شقه كبيره وفي مكان احسن. عند اذنكم. اهدي يا زينات اهدي واحكي لي اتخطف ازاي. معرفش انا لازم اعرف ايه حكايتك مع الست دي. وبعدين انا مش وقته. لا وقت وقت اسمح لها اكلمك بالطريقه دي. مش وقت استاهل ده ضايق اتخطف ده ضايق. اهدي يا زينات اهدي. طيب انا هاجي معاكي. تعالى تعالى هنا. رايح فين انت؟ لو خرجت من هنا لازم تعرف ان كل اللي هنا انتهى. ايه الحكايه يا حاج؟ مين الست دي؟ الست دي تبقى مراتي. والفعل اتخطف ده اتولد على ايدي. مش ممكن اسيبه ابدا. فين الواد؟ في صحتك يا معلمة. بقول لك فين الواد؟ الواد موجود عندي في الحفظ والصون. ما جبتوش معاك ليه زي ما اتفقنا؟ اتفقنا؟ هو احنا اتفقنا على ايه يا معلم؟ تسلمني الواد وتستلم فلوسك. انسى. يستحسن يا معلم تنسى الكلام ده خالص. ما تتكلم دغري امال. بصراحة بقى المبلغ الهايف اللي اتفقنا عليه مش لازمني. امال ايه اللي لازمك يا روح امك؟ من غير طولة لسان وقلة أدب يا معلم. شوف بقى ما أقولك، أنا عايزك تجوزني ثانية بنتك الهبلة دي، وكل اللي أنت كاتبه باسمها تكتبه باسمها. ده أنت أكيد اتخبطت في نفوخك. أنا لا يمكن أوافق على حاجة زي دي أبدا. خلاص يا حبيبي أنت حر، بس انا بقى ما اقدرش اتنازل لك كمان على ابني اللي من لحمي ودمي. انت بتهرفط تقول ايه؟ فين هو الدكتور؟ معذور. ما هو اللي ما يعرفش يقول عدس. الواد ابن زناد ده يا حبيبي اللي قلبك متشحتف عليه يبقى ابني انا. اخرس قطع لسانك، ده انا اقتلك واقطعك حتت لو قلت الكلام ده تاني. وانت لازم تعرف يا معلمه ان زناد قبل ما تجيلك هنا كنت بروح لها اوضتها في بيت السكريه. كذاب كذاب. انت كلب وابن كلب كمان. انت راجل خروف، لا تقدر تخلف ولا نيله. واذا كانت قدرت تضحك عليك انت يا حبيبي ما تقدرش تضحك عليا انا. الواد ده ابني بقول لك. كذاب. فوزية فوزية المعلم فين؟ مالك يا زناد؟ رد عليا الاول. فين؟ لسه ما جاش. يا خرابي لسه ما جاش. واللي اسمه مدحت العفريت ده
ما اعرفش او من ساعه ما جه ودور الشغل ما حدش شافه. هو كمان يا لهوي يا زينات يا زينات. كنت جيت يا زينات؟ الحمد لله، أنا كنت هروح لك. خلاص يا زينات، هنتجوز ونعيش سوا أنا وإنتي وابننا. هسميه البرنس على اسم أبويا. أنا هكتب له كل حاجة. ابني فين يا معلم؟ اطمني يا زينات، ابننا هناك عند أخت الكلب ده في أم الخليج. تعالى معايا يا حسن، فوزي اللي هتقولي على انوار. تعالى يا حبيبي يا ابني، يا حبيبي يا ابني، كانوا هياخدوا مني، كانوا هياخدوا مني يا حسن، كانوا هياخدوا مني. الحمد لله، الحمد لله على سلامته يا زينات. يلا بقى عشان البرنس هياخد برد. برنس؟ مين اللي قال ان اسمه البرنس؟ ده اسمه حسن، مش اتولد على ايديك وهيتربى على ايديا. يا حبيبي يا حسن، يا حبيبي يا حسن. Thank you.